ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين في الفقرة التانية من برنامجكم مستشارك القانوني، وإن هنتكلم في قضية تانية، قضية الغلابة اللي احنا دايما ده همومنا إن احنا نبحث قضايا الغلابة وقضايا الناس المطحونين، ونوصل صوتكم للمسؤولين. عسى إن ربنا يحقق أمانيكم، لان انا بتكلم باسى شويه، لان الفقره ديت انا لما سمعتها حسيت ببعض الاسى والالم منها، ان بعض المسؤولين في الدوله مش بس في فساد اداري وفساد مالي، لكن فساد بيجي على حساب المواطن العامل الفقير الغلبان عشان المسؤول يحقق انجاز قدام الحكومه. طبعا ده ما يقلش عن المسؤول الفاسد اللي بيسرق من أموال الحكومة، هو المسؤول اللي بيوفر للحكومة على حساب العمال الغلابة. أنا مش طول عليكم، معانا لمناقشة هذه القضية معانا الأستاذ منتصر محمود خليل. منتصر محمود خليل. منتصر محمود خليل. ماشي يعني أستاذ منتصر. الله يكرمك يا باشا. نورتنا يا أستاذ منتصر. الله يكرم أصلا. ده أحد المضارين من هذه القضية، من فساد إداري لأحد المسؤولين في أحد الشركات الكبرى الحكومية. ومعانا برضو سيادة المستشار أمير نصيف محاميه، بنرحب بيك يا سيادة المستشار. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين يا أستاذ أيمن. أهلا بيك يا فندم، نورتنا. ونرجو أن تكون الحلقة مثمرة النهاردة حتى بس نعرف نجيب حق الراجل الغلبان دوت وزمايله كمان. والله إحنا النهاردة بنتكلم باسم كل العاملين في شركتكم، إن أنا سمعت شكاوى كتير، لكن عايز توصل لنا باختصار ايه هي المشكله اللي انت بتواجهها في شركتك. يا ريت تعلي صوتك شويه. حضرتك انا موظف في الشركه. تعلي صوتك شويه. حضرتك انا في الشركه دي موظف ليا 13 سنه. تمام. الشركه دي شركه تبع شركه احد تبع شركات البترول. خاصه بشركات البترول. قطاع اعمال بس تبع لوزاره البترول والهيئه العامه للبترول. تمام. ليا خدمه في الشركه دي 13 سنه. تمام. ما خدتش ساعة اجازة. كان عندنا مدير صغير كده، وفي مرة في 2014 اتهمني بسرقة وطلعت بريء. فجاء احتذر لي، انا ما كبرتش احتذاره. ايه طبيعة السرقة؟ طبيعة السرقة ان انا عامل تانك داخل التانك بتاع التريلا. فاكتشف ان انا طبعا طلعت بريء في الموضوع ده. تمام. ما دي برضه اجراء، انت حضرتك حقه يا باشا. انت يعني هتعرفوا اجراءاته الامنيه واجراءاته الرقابيه عليك ازاي؟ تمام. انا ممكن افتشك واقول لك انت مخطئ في كذا، بس انا بالنسبه كواحد لسواقين اكتر من 50 سواق. ليه حضرتك يعني حضرتك يعني ضد التفتيش؟ لا. امال ايه بالظبط؟ لا مش رافض الموضوع ده نهائي. يعني راجل فتشك وطلعت بريء، ايه المشكله يعني؟ حضرتك مشي من الشركه. راح شركه بوتاجاسكو، مؤاخذه انا اسف، راح شركه بترول شركة تانيه، شركه اخرى، شركه بترول اخرى. رجع من الشركه دي ما كملش 10 ايام. بعد قد ايه؟ بعد اربع سنين. بعد اربع سنين من الواقعه ديت اللي هو كان بيفتشك وطلعت بريء. تمام. موضوع عادي. تمام. جاء بعدها بعد الاربع سنين دي، جاء بعد ما استلم الشركه بالظبط 15 يوم، راح مديني ايقاف عن العمل. ليه؟ بتاريخ 29/1/2019. احنا عشان بس المشاهدين يتابعوا معانا التواريخ. يعني هو رجع مكان مدير صغير. رجع 8 يناير 2019. 8 يناير 2019. عمل له قرار بوقفه عن العمل وهو اجازه. يعني هو اجازه رسمي. اتعمل له قرار بوقف عن العمل وهو اجازه. اجازه رسمي؟ اجازه نحطها بين قوسين. اجازه ايقاف لمده 60 يوم. بتاريخ كام؟ 29 يناير 2019. يعني تقريبا بعد 10-15 يوم. يعني المفروض عشان مجلس الاداره يتخذ قرار اخر يكون بعد تاريخ كام؟ 29/3/2019. عشان الناس بس ما تتوهش مننا يا استاذ امير. انت بتقول ان الموظف ده، المسؤول ده، المدير ده، لما رجع الشركه بعد 10 ايام اوقف هذا العامل وهو في اجازه. ده عشان في تصفيه حسابات من اربع سنين فاتوا. ده على مسؤوليه حضرتك انت. على مسؤولية الراوي. انا الراوي. انا راوي الواقعة. طب يعني حضرتك الواقعة، معلش انا وقبل قبل ما يعدي الستين يوم بتاريخ، يعني
انا مش مقتنع ان في مدير هيرجع عشان يصفي حساباته مع عامل. طيب اسميه ده ايه بقى؟ اسميه ايه؟ انا اسميه ايه؟ انا اسمي ان حضرتك. طب انا هقول لك ده اسمه ايه؟ ده اسمه فصل تعسفي. ايوه اذا كان كلامك فصل تم يا استاذ ايمن. اكيد في وقائع احنا محامين. اكيد في وقائع احنا محامين. بعد اذنك واحنا بنتكلم قانون. بعد اذنك يا استاذ امير هنسمع بإذنك. انت ايه اللي كنت فيه الحاله اللي كنت فيها لما اصدر لك قرار بالفصل؟ كنت فين؟ حضرتك رفعت مكتب العمل. انت كنت فين؟ كنت في العمل ولا في الشغل؟ لا في بيتي حضرتك في اجازه. في اجازه رسميه؟ في اجازه. طب ما رجعتش ليه للشغل وقدمت له وقلت له انا في اجازه رسميه؟ لا 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 ما احترفش باي التماس. انا مقدم التماس حضرتك ومعايا صوره من الالتماس اللي انا مقدمه. انت معاك ورق بالكلام ده؟ اه معايا ورق بالكلام ده. مش بقول كلامه بس حضرتك. طب يرجع لك يا سياده المستشار. انا شايف ان ده جورس كتير قوي. احنا خدنا الطرق اللي رسمها لنا القانون وماشيين فيها بحذافيرها. ما انا عايز بس افهم الساده المشاهدين ايه العوار القانوني في الورق ده. اداله وقف 60 يوم قبل ما يعدي 30 يوم من تاريخ الايقاف عمل له انهاء خدمه. هل هذا يجوز قانونا؟ لا طبعا. انا هنا مش محامي، انا هنا محايد. طب انا بقول لا يجوز قانونا. خلاص تمام. لا يجوز قانونا. حصل ازاي؟ لما تيجي اداره تعين اتنين اخوات في يوم واحد، في يوم واحد اتنين اخوات في شركة واحدة، في شركة واحدة، ده يتسمى ايه؟ يتسمى. انا مش جاي له مسمى. يتسمى تسميه انت زي ما انت عايز، لكن مسمى. انا شايف، انا بطرحها على الرأي العام. انا شايف يا استاذ امير، استاذ امير، ان ده جور على حق العامل اذا كان صح الكلام اللي انت بتقوله دوت. لكن شايف ان برضه يعني تصفيه حسابات قديمه. ماشي حضرتك. ويعني واربع سنين مجرد ما يجي يعمل معاك الاجراء ده. تمام. اكيد في انت حضرتك اخطات خطا ما. تمام. عشان كده اتخذ معاك هذا الاجراء. تمام. احنا هنهدي الجو شويه وهناخد معانا مداخله من الكاتب الصحفي جرجس ابراهيم. بنرحب بيك يا استاذ جرجس. مساء الخير استاذ ايمن. ازي حضرتك؟ نور يا فندم. بنص على حضرتك وعلى كل مشاهدي قناة الصحة والجمال وعلى ضيفك الكرام وعلى المستشار الجميل اللي دايما يبدعنا كده الاستاذ امير نصير. ربنا يخليك. اهلا بيك يا استاذ جرجس. متشكرين يا فندم. بص هو يعني انا بحيي حضرتك طبعا على فتح الموضوعات الشيكة دي يا استاذ ايمن، والموضوعات القوية الجريئة دي، وبحيي ضيفك الجميل الاستاذ امير على قوة طرحه لهذه القضية. لكن بس خلينا نتكلم على ان الفساد دلوقتي في مصر، بس يعني مش في مصر وعموما في مختلف دول العالم، بس ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة وبيقوض مؤسسات الدولة كلها. وطبعا ما حدش هيزايد طبعا ولا اقول كلام اكتر من اللي قاله سيادة الرئيس قبل كده. هو يعني هو سيادة الرئيس قال قبل كده اكتر من مرة وفي اكتر من مناسبة ان وقف المجاملات، المجاملات هي احد اوجه الفساد. ده نصا اللي قاله سيادة الرئيس. طبعا هو شاطر في شاف مجيء وعان يعني حاطط على عاتقه محاربه الفساد، فالفساد هو الدود الذي ينخر في جسد هذا الوطن. تمام. المجامله والمحسوبيه تعد احد اوجه مهمه للفساد. ودي طبعا منتشره بشكل كبير للاسف في بعض مؤسسات الدوله المصريه. الموضوع اللي بيتكلم فيه الاستاذ امير ده ربما يكون قد حدث بشكل كبير، يعني انا متفق فيما طرح وفي مقال. ولكن ما نعممش الموضوع بشكل كبير داخل مؤسسات الدوله كلها، يعني ده اللي انا اقصده. انا بتكلم في شركه يا استاذ جرجس. شركه، ما احنا كلامنا محدد في شركه معينه يعني. صح بالظبط بالظبط. وكلنا نعلم كلنا نعلم اتجاهات الدوله ناحيه اتجاه الفاسدين والفسده، وعندنا جهاز قوي جدا اسمه الرقابه الاداريه، وعندنا رئيس قوي وحازم اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كلنا بنكلم له كل احترام وتقدير. احنا بنطرح قضيه. احنا مش هنزايد على وطنيتك يا استاذ امير. احنا الراجل بيقول بعد اذنك. انا عايز ما يتعملش. انا عايز اوضح وجهه نظري. انا بطرح، بص يا استاذ جرجس، انا بطرح القضيه بتاعه الاخ منتصر امام الراي العام وامام السيد رئيس الجمهوريه بصفته في المقام الاول ابو لكل المصريين، ابا لكل المصريين، وده واحد من ولاده تعرض لظلم، اتعرض لضرر، اتعرض لقطع عيش هو وعياله. بسرعه عشان وقتنا ضيق قوي يا استاذ جرجس، بعد اذنك يعني. يا استاذ امير ممكن حضرتك تسمعني حضرتك في الاستوديو؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. يعني بس بسرعه بيجاز والنبي يا استاذ جرجس. حاضر حاضر حاضر. بص يا استاذ، يا استاذ الفاضل،
حضرتك بدل متحامل بشكل كبير على الطرف الاخر، لازم يعني تحاول تبقى برضه في طرق واخرى لمحاربه الفساد. صدقني بتكلم بالمستندات والاوراق. عليك ان تلجا سلبنا المسلك القانوني. احنا بنشكرك جدا يا استاذ جرجس، ورسالتك وصلت، وانا عارفين مدى وطنيتك ومدى انت انسان بتحب بلدنا طبعا. وبتقول ان الفساد مش معمم فعلا، واحنا كلنا عشان خاطر ان الفساد مش معمم في كل بصيص الدوله، وعشان احنا دايما بنحارب الفساد، وعشان رئيسنا قال ان مفيش حد فوق القانون ولا في حد فوق الحق، عشان كده احنا بنتكلم في مشكله هذا العامل المسكين. هل في حد غيرك من العاملين تعرض لمثل هذا الظلم؟ لان انا مش مقتنع بصراحه. يعني انا عايز احكي لحضرتك بقصتك دي بصراحه، انا عايز احكي لحضرتك المختصر ان انا متهم ان انا بسرق مواد بتروليه. هل انت تحقق معايا دخلي ولا المفروض تبعتني الاموال العامه؟ ده انت حضرتك تتهرب بالسباق تروح النيابه العامه. مفيش الكلام ده معايا حضرتك. حاجه نيابه اداريه. لا 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 مفيش الكلام ده حصل. موظف عام. مفيش الكلام ده حصل يا باشا. ايوه حتى مخالفه، ما حتى انت راجل بتقول انا عامل غرفه جوه عربيتي، المفروض دي اموال عامه. طب احنا عدينا المرحله دي، احنا بنتكلم على بقى الوقف بتاعك. هل في ناس تانية تعرضت زي حضرتك لهذا الظلم من هذا المدير؟ كتير. طب ادينا امثله بسيطه كده. عندك اسماء سواقين؟ مش اسماء، احنا مش عايزين اسماء، احنا عايزين امثله. في اربع خمس سواقين ولا سته تاني معاي. اشمعنى الخمسه سته؟ طب هقول لحضرتك يا باشا، اشمعنى الخمسه سته دول من شركتك وما حوالي 10؟ السؤال ده يطرح عليه هو حضرتك. انا بقول لحضرتك انا ليا خدمه 13 سنه، ما عنديش ساعه اجازه. هاخد اجازه في ال 10 ايام اللي هو جاي فيهم وما اخدش اجازه اتفصل؟ طيب ماشي، احنا خلاص عدينا مرحلتك تمام وبنتكلم. هل في زيك، في امثله ناس زي حضرتك برضه تعرضوا لهذا الظلم من هذا المدير؟ لغايه دلوقتي عايشين في الظلم. طيب انت بتبرر بقى الظلم ده، هل هو يعني بيحاول يوفر للحكومه على اثبات ان هو مدير ناجح على حسابكم؟ ده اللي انا فهمته يعني. وفي مستندات بكده برضه. اتمنى في مستندات بكده حضرتك، ولو في عندكم مستندات زمايلي المستندات يعرضوها مع المستشار امير الاعداد. يا ريت لو عندنا مستندات تعرضوها ورانا واحنا بنتكلم. وانا اقول لك مستندات دي اشمعنى الخمسه إيه؟ سته اللي انت بتقول عليهم. الخمسه سته يا باشا، ده الخمسه سته اتفصلوا، هو بيصفي، هو بيمشي الناس. ويقول لك طب هقول لك حاجه ثانيه حضرتك برضه. أيوة، الشركه دي احد شركات البترول. الشركة دي شركة نقل. متوقفة على السواق بس. يعني السواق هو البطل المحرك فيها. لما انت كل السواقين اللي معاه حضرتك عايز تمشي. من الشركة. وقدمت نقل لشركة تانية. ليه؟ ما من الظلم. طيب احنا هنتوقف شوية عن سماع صوتك. تمام. ونسمع صوت تاني من جوه الشركة، احنا عملنا لك مفاجأة وجبنا لك حد من العاملين. يا رب. تمام. يا رب بس ايه يعني يكون متضامن معاك ويأيد كلامك. لكن قبل ما يخش معانا العامل الاخر في الشركه، بسألك يا معالي المستشار، هل التجأت الى الاجراءات القانونيه كامله؟ طبعا طبعا. في المواعيد القانونيه كمان اللي رسمها المشرع. قبل المواعيد القانونيه وقبل الاجراءات القانونيه، ما التجأتش ان انت ممكن تعرض وجهه النظر على المسؤول الاداري باعتبارك محامي وممثل قانوني؟ يعني ازاي يبقى انت الخصم والحكم؟ لا، قبل ما تتجه للاجراءات القانونيه كان ممكن توصل للشركه تقدم تظلم للشؤون القانونيه. رفضوه. اترفض الراجل، ما قدم التماس واترفض. ده ما خدهوش منه اصلا. اترفض يا باشا. يبقى انا قلت له اترفض لما انت بالعمل، وبعد كده دعوه قضائيه. اترفض من على الباب تحت. انا القضيه بتاعتي اموال عامه، انت بتخلي معلش انا محمد صغير في السن يحقق معايا في الشركه؟ طب وايه وبعد كده؟ ايوه ده مديرش، يبقى ده مدير الشؤون القانونيه صغير ولا لا يا باشا؟ مش مدير الشؤون القانونيه. يا ريت. امال ايه يا باشا؟ مدير الشؤون القانونيه يعني معهد المحققين اللي هم الصغار يا باشا. انا مع حضرتك، انا سارق اموال عامه. انت عايز تعمل قانون لنفسك؟ انت راجل متهمني باموال عامه. عايز النيابه العامه تتحقق معاك. صح، وانا معاه. ولا حضرتك تفدري وتفدرها في المكتب. قانونا النيابه الاداريه مذكره بعد اذنك بالوقت. ايوه سرقه. انت بتتهمني بسرقه؟ لو سمحت يا عم منتصر، اتفضل يا باشا. نتكلم كلام قانون. مذكره تعملها الشركه الشؤون القانونيه، ده دورها، تترفع للنيابه الاداريه اللي بدورها بتحقق وبتجازيك. تمام. النيابه الاداريه. تمام. بعد النيابه الاداريه ما تحقق، بترفع النيابه الاداريه للنيابه العامه. اذا كانت تمثل جريمه لاتخاذ شؤونها. وممكن يتجه للنيابه العامه مباشره، بس مش ده موضوعنا. الموضوع ان انت متهم في سرقه ازاي وانت بتقول انت كنت في اجازه. انا اتفصلت ليه؟ انا ماشي بتكلم. انا كمنتصر
اتفصلت ليه؟ انا عايز اعرف انا اتفصلت ليه؟ انت بتتكلم بلسان العامل الغلبان. انا بتكلم كمنتصر. انا خدت اجازه 60 يوم وانا اجازه نايم في بيتنا. قبل ما يعدي شهر، ما ممكن عن وقعه شهر من الاجازه. لا ازاي يا بيه؟ انت بتحسب حسبت غيابي؟ ما يمكن في وقعه سابقه. لا 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 اكتشفت بعد ما حضرتك خدت الاجازه. لا يا باشا بقول لك اتهام ان انا عامل غرفه جوه التانك. انا عامل غرفه ولا بتحاسبني بالهوا؟ لو بالهوا يبقى انت غير كفء وغير صالح انك تقعد على كرسي رئيس مجلس الاداره. ليه؟ لان انت كموظف عام بتسيء لمنظومه شريفه وكبيره. منظومه شريفه وكبيره. احنا بنتحافظ على الفاظ. بص يا فندم، بص يا فندم، عايز اقول كلمه. مفيش حد مسؤول. انا عايز اقول كلمه. يعني الدوله المصريه معلش في اعداء متربصين ليها زي الذئاب الخاطفه مستنيين بس مصر تعمل كده هيروحوا متخضين. يعني ليهم ديول هنا، ليهم ديول. يعمل ايه بقى؟ يجي على العامل الغلبان تك تك تك، يفضل يديله من تحت، يفضل يديله من تحت. من تحت ايه؟ من تحت ايه؟ من تحت لقمة عيشه يجوعه. ماشي. اللي زاده هيعمل ايه؟ اذا كان القيادة السياسية، القيادة السياسية بتحنوا على الغلابة. احنا كان دايما لينا كلمة على سيادة الرئيس ان هو كل رئيس مسؤول. بعد اذنك ايمن بيه، يا ريت كل مسؤول يبقى من جواه ماكيت صغير للرئيس عبد الفتاح السيسي. صدقني هنبقى دوله ناجحه. بس يا ريت كل مسؤول يحب البلد. احنا دايما 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 رئيسنا بيقول ان هو دايما مع المواطن المسكين الغلبان، بيضحي عشانه وبيعمل عشانه كل حاجه، وهو رئيس، ورئيس جمهوريه جبر الخواطر الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا من هنا بتوجه رئيس قلوب المصريين، رئيس كل المصريين. اذا كان الناس دي ليها حق، قلوب المصريين بيلتجوا بيهم. احنا برضو عشان خاطر ناكد كلام الراجل او ننفيه، معانا مداخله من احد العاملين بنفس الشركه اللي بيعمل بيها منتصر، وبنقول الو. معانا مين؟ الو. ايوه مين معانا؟ سائق بالشركه زي ما زمايلي بيقولي في الاعداد. الو. ايوه معانا يا فندم، معاك. سامعين كده على الهواء؟ بسرعه بس عشان وقتنا يعني ضيق جدا. بسرعه اتفضل يا باشا. وقت حضرتك ضيق، انا عايزك تسمعني، انا عايزك تسمعني، لان انا شايف المناقشه بعيد عن الموضوع. احنا موضوعنا احنا فاضل خمس دقائق على الختام، يعني ارجوك لو سمحت يعني بإيجاز بسرعه. يعني احنا موضوعنا كله كسواقين بيتلخص في حاجتين. احنا سواقين بننقل منتج بترول، المنتج ده بيخدم البلد. ما ننقلش احنا منتج البترول وندفع نقله. يعني انا ما يجيش رئيس الشركه المشوار يكلفني 100 لتر يحاسبني على 50 ويخصمني من مرتبي 50. قصدك يعني ان هو بيحاول يثبت ان هو مدير ناجح يا باشا؟ هو بيوفر للدوله، بيوفر للدوله حساب العمال. ما بتوفرش من فلوسي. الكلام ده مظبوط؟ الكلام ده قاله منتصر. الكلام ده مظبوط ولا لا؟ ما بتوفرش من المقاول ليه اللي انت جايبه ينقل المنتج وراكن عربياتنا؟ يا انت راكن عربيات الشركه وجايب مقاول. لو سمحت يا استاذ، يا استاذ لو سمحت بعد اذنك، احنا مش موضوعنا، احنا موضوعنا انك تتكلم علاقتك بالمدير. هل ده حصل ولا لا؟ يا فندم اللي حصل مع زميلي ده انا كنت قاعد شاهد فيه، شاهد في الواقعه بتاعت 2014، وشاهد لما كان اجازه، شاهد ان البديل بتاعه ما اتحققش معاه. يبقى ازاي هما اتنين سواقين ترفض واحد والتاني تخليه؟ الكلام ده طبعا على مسؤوليتك الشخصيه يا انت ومنتصر، ده ممثلكم القانوني. اه يا فندم، انا يا فندم الراجل اللي معاك ده معاه مستندات اعرضها وانا بتكلم. اعرضها، انا مخصوم من مرتبي. على الهوا ده بيتعرض ورانا على الهوا يعني. ايوه يا فندم انا شايفه ورايا ايه بتتعرض معانا على الهوا. يا فندم نشره القبض بتاعي، بص في الخصم فيه هتلاقي فيه خصم جاز قسط بدفع في الشهر 2300 جنيه. انا ذنبي ايه؟ والمقاول اللي انت جايبه وبتاخد وجايبه ومشغله في الشركه وراكن عربيات الشركه ما بتخصمش منه، بتديله بزياده. طيب احنا بنشكرك، رسالتك وصلت، واحنا للاسف وقتنا ضيق. وزي ما قال العامل او السائق اللي كان معانا في المداخله ان هو بيقول نفس الكلام اللي بيقوله منتصر، ان في بعض المسؤولين بيتوهموا ان هم بيخدموا البلد، بيخدموا البلد وعشان يوفروا للبلد على حساب العمال المساكين الغلابه،
واحنا في عهد رئيس جمهوريه جبر الخواطر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الكلام ده اعتقد ان هو ما ينفعش. وعايزين نسمع من منتصر كلمه اخيره، عايز تقول ايه؟ وجاله طبعا سريعه طبعا عشان وقتنا قرب يخلص. قول لنا تقول ايه وتقول لسياده الرئيس ايه على مشكلتك بسرعه. انا اقول لسياده الرئيس ان انا حضرتك لو انا غلطان اتحاسب، انا عايز اتحاسب. يعني طالب بفتح تحقيق. انا عايز اتحاسب. موسع عشان نعرف حقيقتك بس. سياده المستشار كلمه اخيره. انا اللي انا عايز اقوله للمنتصر انا قلته، بس عايز اقول لكل الساده المشاهدين ان بسرعه عشان وقتنا ضيق. بس حاضر يا فندم. حاضر. ان يا جماعه احنا داخلين على عرس دستوري، الغرفه الثانيه من المجلس النوابي اللي هو مجلس الشيوخ. ارجو من كل المواطنين ومن كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي، انزلوا وشاركوا، انزلوا وشاركوا. احنا بنشكرك. اختار اللي انت عايز تختاره. انا بنشكرك سيادة المستشار. بس حقك الدستوري ما تفرطش فيه. احنا بنتضامن معاك برضو. واجباتك حقوقك. سيادة المستشار وقتنا ضيق. انزل اختار. احنا بنتضامن معاك جدا. واحنا في العرس الانتخابي وانتخابات مجلس الشيوخ، احنا دايما بندعو لكل المواطنين ان هم ينزلوا ينتخبوا زي ما ضيوفنا قالوا، سواء في الفقره الاولى او الفقره الثانيه. احنا عايزين نختار ونختار صح، وبنقول دعوه لكل الناخبين ان هم ينزلوا يختاروا. اختار اللي انت عايزه او اللي انت تعرف ان هو ممكن يمثلك. ما تخليش حد يملي عليك رأي او يملي عليك مرشح ما. وانا في نهايه حلقتي اللي عدت بسرعه جدا بشكر المنتصر، بشكرك جدا، وبشكر سياده المستشار امير نصيف القيادي المواطني المحامي اللي دايما بيقف مع الناس الغلابه اللي حاسس بالغلابه. انا بشكرك جدا سياده المستشار. وللاسف الحلقه خلصت، ونلتقي بكم في حلقه اخرى باذن الله. انتظرونا والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.